افتح اولا تطبيق ريجي ثينكيو، ثم انقر فوق علامة الجمع زائد لإضافة أو توصيل هاتفك بالتلفزيون. انقر فوق زر البحث في مكان قريب من تطبيق ثينكيو وستر اسم التلفزيون معروضا. انقر فوق اسم التلفزيون للاتصال به. بمجرد النقر فوق اسم التلفزيون أدخل الرقم الذي يظهر على شاشة التلفزيون في تطبيق ريجي ثينكيو، ثم انقر فوق التال. يمكنك تخطي الشاشة التالية. انقر فوق تخطي وانقر فوق الانتقال إلى سر الصفحة الرئيسية لعودة إلى الشاشة الرئيسية. انقر فوق التلفزيون المضاف على شاشتك الرئيسية. انقر على أيقونة مشاركة الشاشة في الأعلى. انقر على النسخ المتطابق لشاشة الجوال. انقر فوق اسم التلفزيون المعروض على شاشتك. من جهاز التلفزيون انقر فوق قبول للسماح بطلب مشاركة شاشة الاندريب. يمكنك الآن مشاهدة الشاشة المشتركة على جهاز التلفزيون. لتكبير أو تغيير حالة الشاشة إلى ملء الشاشة باستخدام الماجيك ريموت، انقر على زر التكبير على شاشة التلفزيون. لفصل مشاركة الشاشة، انقر فوق رمز مشاركة الشاشة في الجزء العلوي من تطبيق ثينكيو. انقر فوق انعكاس شاشة الهاتف المحمول. انقر فوق زر الإعداد بجوار اسم التلفزيون المعروض على شاشتك وانقر فوق نسيت ببساطة لقطع اتصال مشاركة الشاشة الخاصة بك.